All right.
دون أصحاب الدروب ومع أصحاب الدروب. هذا من المكانة المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة ينقل سدس الباب وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع المنان عند القسم والأخذ في سهمه ولحكمه، إلا مع الأم فلا يهجرها والثلث المال لها يصحبها. واحسب من الأحباب والرب للأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العهد حكمك بهم عند فقد الجد، واسقط بالإخوة بالأجداد حكما بعد صاحب الرشاد. قال الله: والأخت لا فضل عن جدي لها فيما على مسألة كملها. نعم، أعتقد أنه تزوجت.
إذا كان هذا الإنسان الأكلين والمشاركة والجد والخلق، هذا عندنا طبعاً في المدارس الطبيعية، المدارس الاتخاذ، لا أحسن شيء. هذا الذي يصير على الشيخ عند النظر. وقل هذا طائرة الطلاب، لا بالرضيع رحمه الله الشيخ المدارس الطلاب الآن الشيخ، ثم بعد هذا أرى من غالب من هذا النظر. لكن لا إشكال، تبرع المدرسة. لا تشعر أنت ما تمشي على تنفض الرسالة تتمرن تتمرن ثم بعد ذلك ترجع وتحل هذه المسألة حتى كان هذا بدل الموضوع لا عائلة تأتي المسألة ويسأل الإنسان ثم إذا أردت أن تنفض لا بد تعرف الأمر تعرف الأمر إلى الوقت مفهوم نعم والأخت لا فرق والأخت لا فرق الأخت يعني الأخت الشقيقة أو لا فرق مع الجد لها فيما عدا مسألة كما المسألة جد وأخت شقيقة أو لا فكما المسألة الزوج والأخت هذه المسألة نعم والأخت لا فرق مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وصول المسائل السابق ولا تكن عن حفظها في ذلك